السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. زيارة الأربعين خدمات أبعد من الخيال ونجاح حكومي يلفت أنظار العالم. شعيرة العشرين من صفر، وفاء لأبي الأحرار وتجديد العهد والعطاء. حياكم الله. كنتيجة طبيعية لحالة التكامل في الخطط الموضوعة للزيارة الأربعينية والعمل بروح الفريق الواحد، حققت زيارة هذا العام انسيابية عالية في تقديم الخدمات للزائرين، فمن كربلاء المقدسة وكالتزام حكومي يواصل رئيس الوزراء وفريق الوزاري متابعة تنفيذ هاي الخطة حتى خروج آخر زائر، مع التحضير للعام المقبل وتنظيم هاي المناسبة بشكل أكبر من خلال تولي هيئة الحج والعمرة هذه المهمة. فجميع الجهود في كربلاء المقدسة وعلى امتداد الطريق الواصل إليها كانت رافدا في تحقيق نجاحات استثنائية. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، تكشف زيارة الأربعين عن دلالات وتجليات عظمة الحسين عليه السلام ومكانته في النفوس. فالحشد البشري الذي شاهده العالم هو خليط من مختلف الأجناس والأعراق. كان العراق خير مستقر لهذه الشعيرة، فأهله أصحاب الكرم والترحاب، وهذه المناسبة تمثل حدث إسلامي كبير عنوانها الوحدة والتلاحم بين المسلمين، وفق ما أكده الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. بل ينبغي استثمار هذه الملحمة الاستثنائية لتكون خير مصداق ودليل عن اللحمة الوطنية. هذين الملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو السيد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قياده العمليات المشتركه. حياكم الله سياده اللواء. حياكم الله. ابدا مع هذه الزياره، يعني منذ ليله البارحه ولحد نهار اليوم تقريبا كان الزخم على اوجهه، شلون سارت الخطه الامنيه الخاصه بهذه الزياره؟ يعني أولا عظم الله أجوركم وأجورنا بهذا المصاب الجلل، والحقيقة تحية لمشاهديكم ومشاهدي قناة الأيام. هذه الزيارة مميزة بكل المقاييس، مميزة بأعداد الداخلين، مميزة بالخدمات، مميزة بالجهد الأمني اللي قدمتها القوات الأمنية كقيادة عمليات مشتركة. الحقيقة إحنا خططنا لهذه الزيارة قبل حتى قدوم شهر محرم، وكان التخطيط مبني على رؤية واستراتيجية بعيدة المدى. هذه الرؤية والاستراتيجية
تندرج وتستند إلى معلومات استخبارية وأمنية، معلومات تقييمية، معلومات يجب أن تكون في الملف الأول من هذه الزيارة، وهذه المعلومات تستند على حقائق ومعطيات. لذلك احنا بدأنا بسلسلة من العمليات الاستباقية، أعقبتها سلسلة من الضربات الجوية. عقب هذه الأمور كلها تحليل استخباري وأمني لما تحقق. بعد ذلك يعني انتقلنا من المرحلة الأولى اللي هي 10 من محرم إلى مرحلة 40 من زيارة 40 اللي هي 20 من صفر. وكانت الحقيقة هذه الانتقالة مهمة، مهمة في تحليل ما قمنا به من إنجازات، وفي إعطاء رؤية وبناء تقدير موقف لما سيكون في القادم الأيام. طبعا هذا مستند إلى تحليل ومستند إلى توجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا ما حققتها هذه القوات الأمنية. تعاون بروح الفريق الواحد والعمل بروح الفريق الواحد أسهم إسهام كبير في نجاح وحدة القيادة والسيطرة، خصوصا بمختلف قطاعاتنا، القطاعات الأمنية. لذلك احنا عملنا بروح الفريق الواحد. وحدة القيادة والسيطرة كانت رائعة ومميزة. أيضا كان هناك تعاون كبير في مجال المعلومات الاستخبارية والأمنية من كل الوكالات الأمنية والاستخبارية، والنتيجة أنه خرجنا اليوم والحمد لله، وهذه بإشارة القائد العام للقوات المسلحة المحترم، بأن القوات الأمنية أدت ما عليها من واجبات. يعني اليوم أشاد وبالتحديد أدينا ما علينا من واجبات أمنية، بالإضافة إلى واجباتنا اللي قدمناها بالجهد الخدمي اللي هي عملية إيصال الزائرين، تقديم الخدمات، الماء، الدواء، الشراب. طبعا هذا بالإضافة إلى مرونة الخطة اللي هي الطرق وعدم غلق. نتكلم عن مرونة الخطة سيادة اللواء، وللأمانة يعني حتى مقطع نشرته قناة الأيام الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد الجيش وهم ينظفون الشوارع بعد مغادرة الزائرين لها، وهذه ليس من مهامهم ولكن هي المهمة المعنوية والإنسانية لكل شريف في هذا الوطن استقبل زائرين من الداخل والخارج. أغلب الزائرين القادمين من خارج العراق سيادة اللواء بدأوا بالخروج إلى بلدانهم، وهنا نتحدث أيضا عن تأمين الطرق وأيضا تأمين المنافذ الحدودية، وكذلك مرونة الحركة اللي أشرت لها جنابك في المنافذ الحدودية لتوديع الزائرين بالتفويج العكسي. هذا العام كان عام مميز بالقيادة. يعني لو تلاحظ أنت معالي وزير الداخلية المحترم اللي هو رئيس اللجنة الأمنية المشرف على هذه الزيارة كان متواجد ميدانيا في المنافذ الحدودية، وكان يشرف بنفسه ميدانيا على كل هذه المنافذ الحدودية. تلاحظ من الجانب الآخر فريق أول قيس الحقيقة المحمد داوي كان متواجد شخصيا ويشرف شخصيا على العمليات العسكرية والعمليات النوعية وكذلك حركة القطاعات وتوزيع القطاعات. رئيس أركان الجيش أيضا معالي وزير الدفاع، الكل كان يسهم في عملية توزيع وانتشار القطاعات، وأيضا يسهم في عملية تسهيل دخول وخروج الزائرين. لذلك احنا هذا العام كان عندنا عام مميز بهذه الفعالية. توقعنا أعداد كبيرة يعني ملايين، اليوم احنا وصل العدد إلى أكثر من 24 مليون، فقط أعداد الأجانب 4 مليون. ماكو دولة بالعالم تستوعب خلال فترة 20 يوم 40 يعني 4 مليون بالإضافة إلى 18 مليون من الداخل، وتقوم بعملية تقديم هذا الجهد الكبير من الخدمات وبمرونة وبنفس الوقت مقاتلة الإرهاب. هذا يعتبر نجاح للتكتيك والرؤية الاستراتيجية لقواتنا الأمنية ولحكومتنا في تخطيطها، وأيضا نجاح للعراق أمام العالم وعكس صورة العراق أمام العالم. لذلك احنا اليوم فخورين بأننا بلد استطعنا أن نرفع زيارة الحسين عالميا بهذه الإمكانيات والقدرات العالية، فخورين بحمايتنا لمقدساتنا وأهدافنا، فخورين كقوات أمنية وكقوات خدمية أيضا بأننا استطعنا أن نقدم أفضل الخدمات، وهذا فخر لنا من خلال الاعتناء بضيوف العراق وكذلك زوال العراق من الداخل.
طيب يعني هو يعني احنا من نفخر بهذه الجهود اللي تؤدوها كقوات امنيه سياده اللواء، ولكن ليس هنالك استراحه. يعني بعد زياره الأربعين تتوجه الانظار الى النجف، النجف الاشرف واحياء ذكرى استشهاد النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم. ماذا عدت العمليات المشتركه من خطه لتامين هذه الزياره في النجف؟ هذا يعتبر ايضا امتداد لخططنا المستقبليه. طبعا احنا من نخطط الى خطه امنيه نحسب ماذا بعد الخطه الامنيه، ولذلك احنا عندما انتهينا من اربعينيه الامام الحسين توجهنا صوبا الى النجف، وتوجهنا صوبا الى باقي المناطق الاخرى اللي هي الكاظميه، سامراء، وباقي المناطق المقدسه، ونعتقد بانه هناك سوف يكون زخم اخر من الزائرين. والحقيقه اعددنا خطط خاصه، خطط لهذه المناسبه، من نقل، من امن، من اطواق امنيه، وكذلك من مراقبه جويه. طبعا هنا لا يجب ان لا ننسى الدور الكبير للاجهزه الامنيه والاستخباريه، الدور الكبير لطيران الجيش والقوه الجويه في تامين اجواء الزياره، ايضا الدور الكبير اللي قدمته القوات الامنيه من الحشد الشعبي، وزاره الداخليه، الدفاع، باقي الاجهزه الامنيه والوزارات الخدميه. من عملنا بروح الفريق الواحد نجحنا بان نتخطى هذه التحديات، ولذلك نحن الان باتجاه النجف وباتجاه رؤيه اخرى، والحمد لله والشكر لدينا من الخبره والامكانيه والمرونه في حركه القطاعات سواء الامنيه او الخدميه، ما يسمح لنا بان نتحدى او نجتاز الصعاب. طيب خطه الزياره هل انتهت سياده اللواء؟ لو راح تستمر لحين خروج اخر زائر، هسه ما نقدر نقول اخر زائر من جهه كربلاء، ولكن احنا نتحدث عن قضيه الاشكال في التفويج العكسي وتوفير وسائط النقل، يعني بضمن مرصوداتنا الاعلاميه لحد الان لا زالت الحشود البشريه ترجع سيرا على الاقدام، ومنهم حتى من وصل الى سيطره محافظه كربلاء بين كربلاء وبغداد. فبالتالي يعني نتحدث عن نجاح، ولكن هنالك قضيه الاخفاق في توفير وسائط النقل للعوده لا زالت قليله. اذا تسمح لي خلينا نتوجه بهذا السؤال للسيد حسين منكوشي. الدكتور حسين منكوشي قائم مقام كربلاء المقدسه، ما دام انه انضم معنا عبر الهاتف، حياك الله دكتور حسين. صحيح اكو تقدم بخطه زياره الأربعين والنجاحات المبهره اللي تحدث عنها السيد اللواء تحسين الخفاجي، ولكن هنالك امور ترتبط بهذه الزياره، منها مشكله النقل. بقت هذه المشكله جاثمه لغايه الان، اضطر العديد من الزائرين العوده سيرا على الاقدام لمسافات بعيده عن القطوعات. دكتور حسين تسمعني؟ دكتور حسين الصوت حضرتك ما واضح عندي، وجنابك سيادة اللواء نتحدث عن هذه الإشكالية اللي بقت لحد الآن لم تجد الحل. يعني أولا أنت تتحدث عن إشكالية ونحن نتحدث عن نجاح، وسوف أوضح لك وبالدليل بأنه ما قمنا به هو إنجاز ونجاح. طبعا هذا الموضوع مراقب من قبل قيادة العمليات المشتركة. كيف؟ لدينا غرفة في قيادة العمليات المشتركة اسمها المقر المسيطر، هذه أسسناها خصيصا للزيارة. ماذا تحتوي هذه؟ تحتوي على شاشات وكاميرات تنقل الموقف من كربلاء إلى هذه الغرفة، ويتم مراقبة أين أعداد الزائرين، أين عقد الحقيقة تجمع الزوار، وأين يتم تحريك العجلات سواء عجلات وزارة الدفاع أو الداخلية أو الحشد الشعبي أو هيئة الحج والعمرة، بالإضافة إلى العجلات الأخرى من الوزارات الخدمية الأخرى. هنا نحن نتحدث عن سير كبير، طبعا صحيح سير كبير من داخل مدينة كربلاء إلى خارج مدينة كربلاء. لا يمكن لنا أن ندخل عجلات إلى داخل مدينة كربلاء، لأننا نتحدث عن ملايين البشر، ولا يمكن لهذه العجلة أن تتحرك في وسط هذه الجموع. لذلك إحنا قمنا بعمل جراجات خاصة اللي هي
بمسافة من وسط مدينة كربلاء إلى حد السيطرة. نعم. هذه طبعا هناك طبعا مجرد أن تخرج عن مدينة كرب سنتر مدينة كربلاء بمسافة معينة هناك عجلات تأخذك إلى سيطرة كربلاء، ومن ثم عجلات الشرطة الاتحادية وعجلات الوزارات الأمنية الأخرى تأخذك إلى المسيب، وهناك أيضا عجلات أخرى تأخذك إلى ذلك المكان. لكن تلاحظ أنه هم يتحدثون عن أنه يجب أن تدخل هذه العجلات إلى الداخل، وهذا لا يمكن الحقيقة لأنه يعيق عملية الخروج ويعيق عملية المواطنين، لأنه نتحدث عن ملايين. قد يكون العام المقبل هناك لدينا رؤية وهناك راح يكون تخطيط آخر، ولكن أؤكد لك بأنه نجاح هذه الزيارة منقطع النظير حتى في عملية التفويج العكسي، ومستمرين، وهذا الموضوع مراقب عن طريق كاميرات، وأيضا هناك عجلات للحقيقة الإسعاف في حالة أي تعرض أي من كبار السن أو الأطفال أو النساء. نأتي إلى موضوع الطبابة، ولكن دكتور حسين حياك الله مجددا. دكتور حسين منكوشي قائم مقام كربلاء المقدسة، إذا كنت تسمعني بشكل واضح، نتساءل عن أعداد المشاركين في هذه في إحياء هذه الشعيرة المباركة اللي يزداد يوم بعد يوم، وهذه الزيادة ما أتت إلا بجهود متضافرة عبر السنين الماضية. شنو خطط مركز قضاء كربلاء لمحاكاة هذه الزيادة البشرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أني أعظم شعر الله أنها متقبل وصدق معكم. نشكر المخلوق، نشكر الخالق، نشكر جميع الذين ساهموا في إنجاح هذه الزيارة من قوات الأمنية، من الوزارات، من الجهد الحكومي، من هيئة المواكب، من العتبات المقدسة، من الزائرين أنفسهم بتعاونهم المستمر مع القوات الأمنية، وطلع على الدوائر القطاعية لتوفير الخدمات على مدى أكثر من 10 أيام متواصلة. والشكر موصول إلى حقيقة إلى الجهات الأمنية التي حفظت سيطرتها على الأرض بل على السماء حتى المسطح المائي المستهدف في المحلة. اليوم كربلاء شهدت حقيقة كرنفالا دينيا، ومواعد فيه القوميات والأديان والمذاهب والجنسيات. لدينا أكثر من 56 دولة ساهمت عبر مواكبها في هذا الحضور المبارك لتقديم التعزية إلى صاحب الذكرى الإمام الحسين عليه السلام. ذهبت حامة قضاء قضاء المركز، وهي جزء مهم وأساسي لا يتجزأ من محافظة كربلاء المقدسة، على وضع خطط. وبعد مراجعة الخطط السابقة وثلاثي السلبيات التي حدثت في الزيارات السابقة، وكان لدينا بالحقيقة اجتماعات عدة وبحضور السيد محافظ كربلاء والكادر المتقدم من المحافظة، فضلا عن وجود مواطني عن العتبات الأمنية وكل الدوائر القطاعية وغيرها، لأجل تحية الخدمات وتقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام. حقيقة أثمرت هذه الخطط مع وجود تحدي واضح بأن الزيارة اليوم في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لم تقل درجة الحرارة عن 42 درجة، وفضلا عن ذلك أن شحة المياه التي أصابت الأراضي في المنطقة هي الأخرى من التحديات التي واجهتها هذه الزيارة. اليوم على الرغم من أن وزارة الكهرباء والسيد والوزراء أوصى بعدم قطع التيار الكهربائي على المحافظة عموما، نلاحظ أن لا زال اليوم وأنا أسلمك لدينا منطقتين حيويتين في مركز المدينة نتيجة الترد هي المخيم والعباسي لا يوجد فيها الكهرباء. ربما يستمر هذا بضع ساعات أو ربما يستمر يوم كامل، لأنه البنى التحتية التي أسست في المحافظة باستيعاب أعداد لا تتجاوز 600,000 نسمة. كيف إذا وردت هذه الملايين؟ نحن نطالب عبر إذاعتكم الكريمة لأن تكون هناك هيئة على الأقل تقريبا تكون إدارة تعنى بالزيارات المليونية. طيب. ولكن رغم هذه التحديات دكتور حسين، كان هنالك استخدام للمدافع المائية والمرشات العملاقة وأيضا التغييم الاصطناعي للتخفيف من درجات الحرارة، هذه أيضا يجب أن نشيد بهذه الجهود. صحيح، هذه يعني ترطيب الجو وإضافة هذه المراوح المتحدة التعبير المبردة بالماء
المقطر ساعد الكثير من المواطنين مع العلم يعني حقيقة وسقط لدينا أكثر من 100 شخص من الجائرين نتيجة الحرب وتوفوا بسبب الحرب. لكن هذا التحدي حقيقة ربما يكون أكبر في العام القادم باعتبار الزيارة سوف تكون في فصل آب في شهر آب فصل الصيف. لذلك يتطلب إعادة النظر، وهذا النظر لا تستطيع الحكومة المحلية وحدها، وإنما يجب أن تكون هيئة على مستوى وزارة أو هيئة شأنة الزيارات المليونية تبدأ بالعمل فور انتهاء الزيارة لملاحظة الاخفاقات التي حدثت وايجاد الحلول. طيب ارجو لحضرتك في خصوص هذه الهيئه ويعني اجراءات اليوم في المؤتمر، ولكن دعني اسال السيد اللواء تحسين الخفاجي يعني عن انطبابه في جميع تشكيلاتها سواء العسكريه او من وزاره الصحه، كان اكو تنسيق كبير جدا، واشرت حضرتك واشار الدكتور حسين المنكوشي الى تعرض بعض الحالات نتيجة الحار ونتيجة الإرهاق، شلون قدمت هذه الخدمات للزائرين؟ أستاذ أحمد، يعني قبل أن نتكلم عن الطبابة هناك نقطة مهمة جدا. إحنا لو نلاحظ هذه الزيارة هذا العام تميزت بأنه ماكو قطع للشوارع، تميزت بأنه أكو مرونة بالحركة للزائرين، تميزت بإقامة جسور وفتح جسور وفتح طرق أخرى، وهذا يدل على أن هناك رؤية وتخطيط استراتيجي بعيد المدى. طبعا احنا فتحنا وضعنا جسر في النعمانية عائم قبل الهندسة العسكرية، وضعنا جسر في المسيب، الجهد الخدمي اللي قدم لنا جسر الفاضلية وما قدمه من يعني تخفيف ضغط كبير عن مدينة كربلاء والحلة وكذلك بغداد. بالنسبة هذا طبعا كان له علاقة في موضوع الطبابة والصحة. تلاحظ انه جهاز مكافحة الارهاب كان له دور كبير في نشر عدد كبير من الطبابة العسكرية التابعة للجهاز، الطبابة العسكرية التابعة إلى وزارة الدفاع، الطبابة العسكرية التابعة إلى الشرطة الاتحادية وإلى وزارة الداخلية، الطبابة العسكرية اللي تابعة إلى الحشد الشعبي. هذه كلها أسهمت مع تجحفل المحاور، أسهمت إسهام كبير في تخفيف العبء وتقديم الدواء والعلاج إلى كل الأطفال النساء كبار السن. والحقيقة كان مع هذا الموضوع أكو موضوع آخر اللي هو حركة عجلات الإسعاف ذهابا وإيابا وحتى داخل مدينة كربلاء، يعني هاي أنا لاحظتها للمفارقة، حتى ولادات مبكرة لبعض الزائرات، ولادات مبكرة يعني حتى أجنبيات يعني في مدينة كربلاء المقدسة. ولذلك احنا تميزنا هذا العام بتقديم الخدمات والعناية أيضا رغم ارتفاع درجات الحرارة اللي ذكرها واللي أكد عليها، لكن عوضنا عنها بتقديم الحقيقة كثير من الماء البارد وكذلك المراوح اللي كانت مبردة، وأيضا كان هناك جهد خاص لجلب قوالب الثلج وتقديمها إلى الزائرين وإلى الكل، وهذا الجهد الحقيقة جهد عملاق تبنته كثير من المؤسسات الخدمية، وكان إلى طريقة الخاص ووصوله إلى كربلاء بأسرع وقت ممكن، أيضا أسهم إسهام كبير في تخفيف العبء وتقليل من درجات الحرارة. ما عندنا مشكلة كانت لا في الطبابة ولا عندنا مشكلة في الحقيقة في تقديم الخدمات من مأكل ومشرب وكذلك حتى راحة، ولكن نتطلع وأيضا الحقيقة نحاول من خلال ما ذكر السيد القائم مقام أنه أن يكون هناك رؤية ودراسة للعام المقبل من أجل تجاوز بعض الظواهر اللي ممكن أن نتجاوز. أشرت حضرتك في إجابة سابقة سيادة اللواء إلى قضية هيئة الحج والعمرة ودورها في هذا العام، ودكتور حسين حضرتك أيضا أشرت إلى تشكيل هيئة خاصة للشعائر الحسينية، ولكن من مؤتمر اليوم اللي أعلن خلال نجاح الخطة أكو رؤوس أقلام دوناها بأن الزيارة في السنوات المقبلة راح يكون تنظيمها بعهدة هيئة الحج والعمرة. ترى هل ستنجح هذه الزيارة أو تزداد نجاحاتها إذا ما أوكلت المهام الخاصة لهيئة الحج والعمرة؟ حقيقة أول أقدم شكري لتقديري تثمين العالي جهود الإخوان في وزارة الدفاع وكذلك الداخلية وهيئة الحج الشعبي وكل الذين ساهموا من كل الأرض. تقريبا على كلامك حقيقة اليوم إذا أريد أن أقيم الواقع والصراحة يعني جهود
كبيرة بدل سماحة الشيخ المسعود، كنا نسمع نداءات الليل النهار، لكن الحقيقة في زيارة واحدة لا يستطيع كائن يعني على إمكانيته وعلى قدراته وعلى خبراته أن يبني على زيارة واحدة. نحن لدينا من الخبرات على مدى يعني 10 سنوات 13 سنة من المحافظة والمحافظات المجاورة، لا بد أن تكون هناك زرع أو تندمج مع هيئة الحد والأمر، لكن الأشخاص يجب أن يكون عاملين ونازلين إلى الساحة. بمعنى آخر يجب أن يكون الأشخاص الذين يكونون بالتوجيه يكونوا من ذوي الخبرة ونازلين في الساحة ومواطنين الليل بالنهار يتحملون عبء الغبار والقار. وكذلك عبء حقيقة في بعض السنوات كنا نستعين بقوات الأمنية والحج الشعبي ليجد أن نحفزهم على العمل مثل السواء. وكثيرا ما كان هناك الحقيقة عدم تجاوب من بعض القوات على الاتحادات الحكومية. طيب اليوم حقيقة مو أنا أقدر بأنه هذا النجاح من عدمه، لكنه هنا حقيقة يجب أن يكون الشخص الذي يترأس مؤسسة ويشرف على خطة مليونية يجب أن يكون يعرف بحذافيرها ومعايش لها لا لمدة يعني سنة أو سنتين. طيب. ربما يحتاج 10 سنوات ليعرف عن كل تفاصيل الزيارة. نعم. من حيث سياسة وإجابة. طيب. على المستوى القدمي وعلى المستوى الفدي. رأيك دكتور حسين، خلينا أكثر السيد اللواء، سيادة اللواء اليوم نتحدث عن الجهات القطاعية المتخصصة في شأن معين، إذا ما تكلمنا عن الرسالة الإعلامية وهذا محل اشتغالنا، أنه لما تولت هيئة الإعلام والاتصالات تنسيق الرسالة الاتصالية والتنسيق الإعلامي وتنسيق الاتصالات في هذا العام كان هو العام الأكبر منذ الأعوام، مشاركة 2000 إعلامي ومن خارج العراق وإنجازات معينة. ما تفضل به الدكتور حسين، ونتحدث هنا عن هيئة الحج والعمرة عند دخولها على الخط، هل ستسجل نجاحات مضافة إلى هذه الزيارة؟ يعني نحن نتوقع بأنه هيئة الحج والعمرة بما تمتلكه من إمكانيات وقدرات عالية جدا وخبرتنا بالعمل معها، خصوصا كقيادة عمليات مشتركة أثناء تفويج الحجاج، وكذلك أيضا من خلال مشاركتنا معها في زيارة أربعينية الإمام الحسين، نتوقع والعمل بروح الفريق الواحد نتوقع أن تكون هناك نجاحات بالإضافة إلى الإمكانيات والقدرات اللي إن شاء الله أسندت إليها. إمكانياتها عالية جدا، قدراتها عالية جدا، تستطيع أن تقدم الكثير من الخدمات، وكذلك الإمكانيات في مجال البناء في مجال التسهيل، وهذا الحقيقة نعول عليه. وأكبر دليل على ذلك عندما أسند القائد العام للقوات المسلحة مسألة الخدمات والزيارة لها. أشكرك شكرا جزيلا سيد اللواء حسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ضيفا كريما في الأستوديو. شكرا. والشكر الكثير لحضرتك الدكتور حسين المنكوشي قائم مقام كربلاء المقدسة، انضممت معنا عبر الهاتف. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بكم وأرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الدكتور عزة الموسوي الباحث والأكاديمي، وكذلك الأستاذ هادي العقيلي الباحث الإسلامي. حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور عزة، أبدأ مع حضرتك ونتساءل عن كيفية شرح الزحف المليوني المليء بالمودة والرحمة نحو قبلة الأحرار، أطفال، شباب، نساء، كهول وإلى آخره من هذه الحشود المليونية. نعم أخي الكريم، تحية طيبة لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى أربعينة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا شك في أن هذه الزيارة المليونية الكبيرة والزاحفة إلى قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي فضل العباس هي ليست الزيارة الأولى، وإنما هي يعني شعيرة متواصلة يسعى إلى إحيائها جميع المسلمين في العالم، انطلاقا من قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا زالت تلك النداءات والرسائل التي بعثها الإمام الحسين عليه السلام في نهضته المباركة، عندما قال: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وأيضا هناك بعض الخطابات التي كان يسعى الإمام الحسين عليه السلام إلى إيصالها إلى المجتمع الإسلامي بشكل عام، بعد أن رأى أن هناك فجوة حصلت في المجتمع وشدخ كبير لا يمكن إصلاحه إلا من خلال هذه الثورة الكبيرة التي سار من أجلها وانطلق من أجلها، في وهي التي تحمل القيم والمبادئ والمفاهيم السامية الاجتماعية والسياسية والإنسانية، والتي انطلق منها باعتباره رمزا يمثل النهضة الإسلامية المباركة، انتسابا منه لرسول الله، جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبيه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء. هذا البيت النبوي الطاهر وهذا المرتكز الأساسي الذي أحاط بشخصية الحسين عليه السلام جعلت منه أن يكون قائدا لهذه النهضة المباركة في رفض الظلم والجور والتسلط واستخدام السلطة بشكل غير صحيح ومخالف لما جاءت به المرتكزات الإسلامية والمفاهيم الإسلامية المتمثلة بتسلط يزيد بن معاوية، الذي سعى من أجل إثبات خلافته إلى الإسراع بمطالبة البيعة من الحسين عليه السلام، ظنا منه أن الحسين عليه السلام يريد ذلك لنفسه، وحاشا للحسين أن يرى ذلك، إنما هو القائل: إنما خرجت لطلب الإصلاح، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن صد عني هذا فالله يحكم بيني وبين القوم الظالمين. إذن كانت هذه الثورة من أجل الإصلاح ومن أجل مناهضة ذلك النظام الفاسد. لذلك نرى اليوم هذا الزحف المليوني الكبير الذي لا يختلف فيه الأسود عن الأبيض، الغني عن الفقير، الكبير عن الصغير، الشيخ عن المرأة، كلهم يتوجهون لزيارة قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين من أجل إحياء هذه القيم وهذه المفاهيم السامية التي خرج من أجلها الإمام الحسين، وكذلك مواساة للسيدة الزهراء ومواساة للسيدة زينب سلام الله تعالى عليها، صاحبة الركب الزينبي وصاحبة ذلك تلك المقولة الشهيرة التي وافقت التي قالت وانطلقت منها في موقف يزيد يزيد بن معاوية، عندما قالت له: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. فهذه الرسائل التي بعثتها زينب سلام الله تعالى عليها لكل الأحرار في العالم الآن، مصداقها الكبير هي هذه الزيارة المليونية التي تزداد يوما بعد آخر. لا تسمح لي أن أجدد ترحابي بالسيد هادي العقيلي. أستاذ هادي، حياك الله مجددا. حجم العطاء والجهد التطوعي المبذول كان صفة ملازمة لزيارة الإمام الحسين، ولا سيما زيارة عاشوراء والمواكب الحسينية، ولكن هذا العام نتحدث عن 3000 موكب خدمي فقط داخل مركز كربلاء المقدسة، عدا آلاف المواكب التي امتدت من حدود العراق وكل الطرق المؤدية إلى كعبة الأحرار. بالتالي هذه المواكب عندما ينقطع مسير الزائرين
تنهي خدماتها في هذه المنطقة وتتوجه إلى كربلاء على مستوى تقديم الخدمات أو أداء الزيارة. كيف تصف هذا العطاء وهذا الجهد التطوعي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الكرام. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بحلول ذكريات ومناسبة أبي عبد الله الحسين، لا سيما ونحن في يوم 20 من شهر صفر، حيث أربعينية أبي الشهداء عليه السلام. في الحقيقة يقول رب العزة والجلال: وذكرهم بأيام الله. ويوم الحسين كان يوما لله، كان غضبة لله، كان دفاعا عن كل ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يسود في الأرض من العدل، من الكرامة، من قيمة الإنسان وكرامة ومسؤولية الإنسان تجاه أخيه الإنسان. باعتبار إحنا اليوم الثقافات على اختلاف أنواعها وأشكالها، لا سيما الثقافات المادية التي تقول يجب الإنسان أن يعيش لنفسه، بينما أبي عبد الله الحسين قدم دمه لتعيش الناس بكرامة. وهذا المائز بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات. في الحقيقة المواكب التي ذكرتها وكل هذه العطاءات التي تقدم وتزداد في التقديم، حينما ذكرت جنابك 3000 موكب وربما مثلها من العدد في محافظات العراق 6000 موكب، فلو قلنا بأن كل موكب يمكن أن يديره 100 من الشباب، من النساء، من الشيبة، يكون لدينا مجموعة 4-5 أو 6 ملايين فقط من خدموا أو يخدمون الزوار، على اعتبار أنهم يزدادون في كل عام. هذا ماذا يعني؟ يبعث رسائل عديدة. سيد الفاضل، اليوم رسائلنا التي استفدناها ونفيد بها مجتمعاتنا البشرية اليوم من الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليست رسائل إسلامية فقط، لا، وإنما إنسانية، باعتبار أن دماثة الخلق، باعتبار أن السماحة، باعتبار أن ثقافة البذل في قبال ثقافة الخوف، في قبال ثقافة الكرم، في قبال ثقافة البخل، في قبال ثقافة عدم العطاء. اليوم الصغير يخدم الكبير، وابن البلد يخدم ابن البلدان الأخرى دون اختلاف بجنسية أو لون أو شكل أو أي توجه آخر، إنما عنوانهم جميعا هؤلاء الملايين ماذا؟ أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فكأنما مجموعة من النقاط ومن الإيجابيات الكثر التي نأخذها من هذه المناسبة، ولعله أستعرض قسما منها بشكل سريع. النقطة الأولى هي أن هدفنا وأن همنا وأن جهدنا وأن حياتنا وأن العقيدة التي تحفظ الإنسان وقيمته ورمزيته ومكانته، إنما العقيدة المستمدة والمستمدة والمستمرة من الله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في حفظ أبي عبد الله الحسين 14 قرنا، وتزداد مناسباته وتتسع عاما بعد آخر. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى هيئ لهذه الأرض وهيئ لهذا المجتمع وهيئ للأمة الإسلامية أن يختم بها ماذا؟ بدولة العدل الإلهي على يدي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. لذا يفترض أن يكون هنالك شعب يقوم بهذه المهمة، وشعب يقوم بهذه السماحة، ويمكنه أن يحتضن الآخرين، مأكل، مشرب، ملبس، طعام ومبيت إلى ما هنالك بهذه الملايين الكثيرة، حتى يكون مهيئا لاحتضان الكرة الأرضية، حتى تكون مقرا لدولة العدل الإلهي. إذن هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، أن الشباب الصغار، أطفالنا الذين يحملون البراءة حينما يتعلمون ويتواجدون، ولعله نقطة مائز كبير جدا في هذا العام بكثرة هؤلاء الأطفال في مختلف مواكبنا بالآلاف المؤلفة. هذا ماذا يعني؟ يعني بأن هذا الطفل سيتعلم ثقافة إعطاء الآخرين مجانا، وسيهزم البخل وساحة عدم العطاء في داخله، وسيتعلم دروس تربوية وأخلاقية ومجتمعية، وليست فقط دروس إسلامية، وسيعلم بأن الرمز الذي يعيش 14 قرنا ليس كالرمز الذي يعيش 10 أو 20 سنة، كما هو الحال في الثقافة التي تحاول أن تعلمنا بأن الرمز يفترض أن يكون الرياضي أو الفنان أو الممثلة أو إلى ما هنالك. وهكذا إذن هذه الدروس لا تنفذ ولا تنتهي، وهذا الشعب يوميا معطاء ويوميا يتقدم بهذه المكرمات والخيرات. ولعلها نقطة مائز كبير جدا في حياة العراقيين وفي حياة مجتمعنا، أنه هكذا كان يصور لأمة الكرة الأرضية، من أن العراق أو شعب العراق ارتبط بالحروب وارتبط بالكثير من المآسي والحصارات إلى ما هنالك، إلا أن هذا الشعب يرونه على أم أعينهم أن أي زائر للعراق اليوم من أي فج عميق من أي دولة من دول العالم لا يحمل معه شيئا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مقبل على شعب مضياف وشعب كريم. أي شيء. نعم. بالتأكيد. طيب دكتور عزة، يعني ما يتفضل به السيد العقيلي من هذه النقاط وأمام هذه الصفات اللي يتميز بها الشعب العراقي، هل تشكل زيارة الأربعين موردا من موارد قوة الدولة العراقية، منطلق لتأثيرها الدولي الإيجابي بالمجتمع الدولي بصورة عامة؟ يعني هذا المورد تشكل بوجه محدد لو نحتاج بعد استراتيجيات أخرى للتوظيف؟
بكل تأكيد هناك ذكر في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الله سبحانه وتعالى قد كرم الشعب العراقي وفضله بأن جعل له هؤلاء الأئمة والأوصياء في هذه الأرض المباركة وكرمهم وشرفهم بتلك الأجساد الطاهرة المباركة. لذلك ترى أن الفكر الغربي بعد أن رأى أن الأسلحة يعني أسلحة المواجهة المتمثلة بالحروب وغير الحروب لا تجدي نفعا، قرر أن يتخذ من العقائد الإسلامية مخترقا لتنفيذ أجنداته. ولذلك نرى اليوم من أن وجود هناك كثير من الحركات التي عانت منها الشعوب الغربية، التفكك الأسري ويعني يعني الطرق والأساليب الحديثة والتفكك الأخلاقي في مجتمعاتهم، بدأوا ينقلون هذا الواقع وهذا التفكك ويريدون أن يخترقوا المجتمعات الإسلامية بهذا الجانب. لذلك نرى أنهم يحاولون أن يتصيدون ويحاولون أن يتجهوا بسهامهم إلى خرق هذه يعني هذه الشعائر وهذه المقدسات وهذه المجتمعات الإسلامية. لكن المجتمع العراقي واعي جدا، له ثقافة كبيرة، ثقافة واعية وثقافة إسلامية وفكرية واعدة وناضجة، استطاع من خلالها أن يحقق نجاحا ومواجهة كبيرة. لذلك نرى أن من الواجب أن يعني نركز ونعتني بهذه الشعيرة ونواصل يعني مسألة الاهتمام بها على مستوى أوسع، ومحاولة تسليط الضوء إعلاميا ويعني فكريا ومنهجيا في قضية يعني مواجهة الغرب بمفاهيم هذه الثورة وهذه الشعيرة المباركة وكيفية الاستفادة منها على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الديني وعلى الصعيد العقائدي، من خلال نشر الوعي ونشر الأهداف التي انطلقت منها هذه الجمع وتوجهت لزيارة قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك نرى أن الاهتمام يعني بدأ واضحا من خلال تسليط الضوء على هذه الشعيرة والاهتمام بها، سواء كان من الجهات المختصة، الجهات الحكومية، الجهات الأمنية، وأيضا الجهات الخدمية، أصحاب المواكب الذين قاموا بإحياء هذه الشعيرة، ويعني التبرع ومسألة الكرم والضيافة التي فاقت كل حقيقة كل المسميات وكل العناوين التي جسدوها في هذه الأربعينية المباركة. عندما نتحدث عن هذا الدور التكاملي وهذا الدور العالمي، عالمية النهضة الحسينية، أستاذ هادي، يعني تحدثت أيضا حضرتك عن دولة العدل الإلهي، وهنا نسأل عن الدأب على أحياء هذه الزيارة، نقدر نقيسه بهذا الخط بمعنى ارتباطه مع قضية الحسين عليه السلام، مع مبادئ العدل ورفض الظلم، وهي ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، وصولا لدورها كمقدمات لصناعة الشخصية المهدوية. نعم سيد الفاضل، حينما نقرأ في زيارة وارث لأبي عبد الله الحسين والتي تقرأ عند كل ليلة خميس يزار بها أبي عبد الله الحسين، نقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. أي وراثة تلك التي ورثها الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إنما هي وراثة الدور، وليست لا علاقة لها لا بوراثة مادية ولا بوراثة معنوية، إنما هي وراثة الدور الذي الله سبحانه وتعالى اصطفى كل هذه من كل هذه المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، فبالتالي للقيام بهذا الدور وهو إخراج أمة واعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. فحقيقة الإيمان فالخوف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الإعوجاج، والخوف على الدين من أن يحرف، والخوف على الإسلام الذي تعب عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل بلسانه الشريف ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يعني 124,000 نبي ورسول لم يعني ينالوا حظهم من الأذى كما نال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما باله بسنوات يسيرة وقليلة يتعرض هذا الدين الإسلامي وجسد الأمة إلى اعوجاج عظيم. إن برأ أبي عبد الله الحسين وكانت التضحية كبيرة جدا بأن لم يضحي بالغرباء ولم يضحي بالأصدقاء ولم يضحي بهنا وهناك، إنما ضحى بأهل بيته وأولاده وأخوته وآل أبي طالب جميعا،
كما هو الحال في ترجمان حديث المباهلة وحادثة المباهلة حينما نصارى نجران أرادوا أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين من أنه إن كنت رسولا فباهلنا، يعني أن نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأتى محمد صلى الله عليه وسلم بفاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، فقال أحد كهنتهم قال والله إنه لو كان كاذبا لأتى بأناس غرباء حتى تعقع اللعنة عليهم، إنه صادق فأتى بأهل بيته. هكذا كانت سنخ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. فأنا من حسين ماذا؟ بمعنى أن هذه النهضة هي جزء من نهضتي وإكمال لديني وإكمال لسنتي. بالتالي المعصومين حلقة واحدة، وآخر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الإمام الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي هو مكمل يقينا والذي هو شعاره يا لثارات الحسين. هكذا نهضته، وهكذا يعني يبقي على البقية الباقية المنحرفة في هذه المعمورة حتى تصفو وحتى تكون بمجتمع طيب. أراد الله سبحانه وتعالى هدف الخلقة من أجله هو هذا. أنا أقول أنه يوما بعد آخر الإنسان الذي تصله صوت وصدى الرسالة الإنسانية السمحاء، رسالة محمد صلى الله على محمد وآل محمد، ورسالة الحسين، رسالة التضحية، رسالة الإباء، رسالة الشموخ، رسالة العزة، رسالة الكرامة، من أن يحيى الإنسان بكرامة لا يكون تابعا لهذا وذاك. أستاذ هذه رسالة تحدث عنها، خلينا نقلها للدكتور عزة الموسوي، البعد الوحدوي من خلال هذه الرسائل يتفضل بها السيد العقيلي. ماذا تمثل هذه الزيارة؟ هل تمثل محطة ولربما محطة ما تتكرر بهذا الجمع البشري وينبغي الاستفادة منها للتداول في شؤون المسلمين وقضاياهم؟ شلون تتم هذه الأبعاد الوحدوية دكتور؟ نحن نرى حقيقة أخي الكريم من خلال يعني أيام الزيارة هناك توجه كبير لنشر الوحدة الإسلامية. نرى مجموعة من الأطياف ومجموعة من المذاهب ومجموعة من الديانات قد اتجهت في نفس الاتجاه الذي اتجه به يعني شيعة ومحبي أهل البيت عليهم السلام. نرى رسائل كبيرة من خلال الإرشاد والتبليغ ورجال الدين وكثير من يعني المثقفين والذين يتصدون المشهد الثقافي والتوعوي يمارسون هذا الدور ويعني بكل أطيافهم. ونرى حقيقة بما يسمى بالوحدة الإسلامية أو يسمى بعنوان الوحدة الإسلامية ويعني التوجه الكبير في التوحيد بعد أن يعني قلنا أن هناك بعض الجهات حاولت أن تشتت هذا المجتمع عن طبيعته، وإن المجتمع الإسلامي وخاصة في العراق متنوع، يعني يعيش بتعايش سلمي وبمفاهيم واحدة، توجه واحد، قبلة واحدة، تشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتشهد بأن القرآن الكريم والقبلة هي واحدة. لذلك يعتقدون والكل يعتقد بأن الحسين عليه السلام يمثل هذا الطيف الإنسان الكبير. وعندما نقول الإنسان فإن الإنسان يشمل كل هذه المعاني ويشمل كل هذه الديانات والشرائع السماوية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولقد كرمنا بني آدم، فبني آدم يحمل الصفات والعناوين كلها، والإمام الحسين عليه السلام خرج من أجل كرامة الإنسان ووحدة الإنسان والمفاهيم العامة الإسلامية الكبيرة. وعندما خرج الحسين هو خرج يعني نتيجة تراكمات ألقت بظلالها على طبيعة المرحلة التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام. فالسياسات السابقة والنهج الذي انتهجه معاوية بن أبي سفيان في قضية إدارة الدولة لم يكن يعني منصفا وعادلا من هذا الجانب. ولذلك عندما تولى يزيد بن معاوية يعني زمام قيادة الدولة الإسلامية نهض الإمام الحسين عليه السلام وقال يزيد فاسق فاجر شارب للخمر ومثلي لا يبايع. وهذا النموذج بقي شاخصا لحد هذه اللحظة، والنسخ كثيرة من معسكر الحسين أو من معسكر يزيد. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عزة الموسوي الباحث والأكاديمي ضيفا كريما في الأستوديو، وضيف الكريم أيضا الأستاذ هادي العقيلي الباحث الإسلامي. شكرا لكم، أثريتم الحوار في هذا الملف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.